بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي، استكمل معكم ما بدأناه من شرح في دروس لغتي ومع الدرس الثاني وهو ومع استكمال الدرس الثاني وهو أبو الكيمياء جابر بن حية، وعمل في تركيب العطور والأدوية وتطوير صناعة الزجاج والمصابيح والمرايا المزخرفة بالنقوش الإسلامية، كما برع في صناعة أنواع من الحبر الملون الذي لا تنفعه النار بل تزيده وضوحا وبريقا وثباتا. أبنائي الأعزاء، هل نستطيع وضع عنوان لهذه العبارة؟ نعم، نستطيع وضع عنوانا لهذه العبارة، ألا وهو بعض أعمال جابر بن حية. هيا نعدد تلك الأعمال التي قام بها جابر بن حيان. الأعمال التي قام بها جابر بن حيان من خلال هذا النص نجد أنه قام بعدة أعمال، منها أنه عمل في تركيب العطور والأدوية، كما عمل أيضا في تطوير صناعة الزجاج والمصابيح والمرايا المزخرفة بالنقوش الإسلامية، بالإضافة إلى عمل آخر قد تفوق فيه على غيره، وقد قام بعمل لم يسبقه فيه أحد، فقد قام بصناعة أنواع من الحبر الملون الذي لا تمحوه النار. نعم، أي حبر إذا كتب به كتاب ووضعنا هذا الكتاب في النار فإن الحبر لا يزول بل يستمر ويصبح واضحا وأكثر لمعانا وثباتا وقوة. وبالطبع هذا الحبر لابد أن يكتب على ورق مقاوم للنار، وهذا ما سنعرفه في الفقرة التالية عندما ابتكر جابر الورق المقاوم للنار. والآن يا أبنائي الأعزاء، هيا نناقش هذه القطعة. أولا نبحث في معاني الكلمات، نجد أن كلمة المزخرفة معناها المزينة، وكلمة برعة بمعنى تفوق المزخرفة قلنا المزينة، وبرعة بمعنى تفوق، وأيضا تمحوه أي تزيل. انتقل بعد ذلك إلى آل الشمسية وآل القمرية، نجد أن آل القمرية قد أتت في بعض في كلمات، منها العطور، الأدوية، المصابيح، المرايا، وكلمات أخرى كثيرة منها الملون. كذلك نبحث الآن آل الشمسية، فنجد أنها قد جاءت في بعض الكلمات أيضا، وجدت في كلمة النقوش، الزجاج، أيضا كلمة النار. والآن أبنائي الأعزاء نناقش معيار آخر، ألا وهو التاء المربوطة والهاء، التفريق بينهما. التاء المربوطة قد أتت في كلمة المزخرفة، وكلمة الإسلامية، وكلمة الأدوية، وكلمة صناعة. أما الهاء فقد جاءت في كلمة تمحو وتزيده. نلاحظ أن التاء المربوطة يكون معها أو يأتي فوقها نقطتين، أما الهاء فلا يكتب عليها أي نقاط، وأن التاء المربوطة مع الحركة تقرأ تاء ومع السكون تقرأ هاء، أما الهاء فتقرأ هاء دائما سواء في حالة الوصل أو الوقف. والآن يا أبنائي هيا نناقش همزة القطع وألف الوصل. همزة القطع قد جاءت في كلمة أنواع، أما الوصل فجاءت في هذا النص كثيرة وفي كل الكلمات المبدوءة بأل، سواء كانت القمرية أم شمسية. فنجد همزة الوصل جاءت في كلمة المرايا، المزخرفة، الملون، النار، العطور، الأدوية، الزجاج، المصابيح، أيضا كلمة الحبر. والآن ننتقل إلى أنواع المد، نجد أن هذه العبارة حافلة بالكلمات التي اشتملت على أنواع المدود، المدود الثلاث، المد بأنواعه الثلاث. قد جاء المد بالياء في كلمة في وتركيب وتطوير، أما المد بالألف فقد جاء في كلمة المرايا، وجاء في كلمة النار، وجاء في كلمة صناعة، وجاء في كلمة أنواع. أما المد بالواو فقد جاء أيضا في العطور بها مد بالواو،
والنقوش بها مد بالواو، وتمحو أيضا بها مد بالواو، ووضوحا بها مد بالواو. أما التنوين فقد جاء في كلمات مثل وضوحا وبريقا وثباتا. ونلاحظ أن التنوين مع الفتح يأتي معه ألف في نهاية الكلمة، هذه الألف زائدة لا تقرأ ولكنها تكتب. والآن ننتقل إلى شيء آخر، وهو كلمات قد جاءت في مجموعة ونبحث عن مفردها. كلمة الأدوية جمع مفردها دواء، والعطور جمع مفردها عطر، والمصابيح جمع مفردها المصباح، والمرايا جمع مفردها المرآة. كذلك هناك كلمات جاءت مفرد، هيا نبحث عن جمعها. كلمة النار جمعها النيران، وكلمة صناعة جمعها صناعات، وكلمة الحبر جمعها أحبار. أيضا أن الفعل المضارع قد جاء في كلمات مثل تمحوه وكلمة تزيده، أما الفعل الماضي فجاء في كلمة عمل وكلمة برع. والآن أبنائي الأعزاء ننتقل إلى فقرة أخرى من الدرس، فهيا نتابع. ثم ننتقل الآن إلى الفقرة التالية. وتلبية لطلب أستاذه اخترع نوعا من الورق لا تؤثر فيه النار، استغرق ذلك منه وقتا طويلا إذ كان ينقش في مختبره منكبا على إجراء التجارب الدقيقة على أنواع من الأوراق، يضعها في محاليل خاصة ويصب عليها في كل مرة خليطا من السوائل التي ابتقرها، ثم يدعها حتى تجف إلى أن توصل إلى اختراع الورق المقاوم للنار. والآن يا أبنائي هيا نضع عنوانا لهذه الفكرة، فنستطيع أن نقول اختراع الورق الذي لا تؤثر فيه النار. والآن نناقش معنى الكلمة تلبية لطلب أستاذه. معنى كلمة تلبية أي استجابة، كذلك كلمة يمكث بمعنى يقيم وينتظر، وكلمة منكبا أي منشغلا. ننتقل بعد ذلك إلى آل الشمسية والقمرية، نجد أن هذا النص أو هذه العبارة بها كلمات اشتملت آل الشمسية وآل القمرية. فالقمرية مثل كلمة الورق وكلمة المقاوم، أما آل الشمسية فنجد كلمات أخرى مثل كلمة السوائل وكلمة التجارب وكلمة الدقيقة. ننتقل إلى معيار آخر ومهارة أخرى، ننتقل إلى التاء المربوطة والهاء. نجد أن الهاء قد جاءت في كلمات مثل أستاذه مختبره، أما التاء المربوطة فجاءت في كلمات مثل تلبية وكذلك خاصة وكلمة الدقيقة. والآن هيا نستخرج الكلمات التي بها همزة القطع وألف الوصل. نجد أن همزة القطع جاءت في كلمات مثل أنواع وإلى وأن، أما همزة الوصل فجاءت في كلمات مثل استغرق واخترع، كذلك التجارب والدقيقة، وكلمة ابتقرها أيضا ألفها ألف وصل. كذلك أما كلمة أستاذه فهمزتها همزة قطع، وكذلك كلمة إجراء همزة قطع. ننتقل الآن إلى دراسة همزة القطع وهمزة الوصل. همزة القطع جاءت في كلمات مثل أستاذه، وكذلك كلمة إجراء وأنواع وإلى وأن وإلى،
أما همزة الوصل فقد جاءت في كلمات مثل اختراع، الورق، المقاوم، ابتكرها، السوائل، استغرق، اخترع. انتقل بعد ذلك إلى مناقشة المد بأنواع. نجد أن المد بالألف قد جاء في كلمات مثل استاذه، النار، كان، التجارب، وهناك كلمات أخرى في النص عليكم أن تستخرجوها أبناء الطلاب. أما المد بالياء فقد جاء في كلمات مثل خليطا، محاليل، وعليكم استخراج الكلمات الباقية مثل الدقيق. أيضا التنوين قد جاء في كلمات مثل تنوين الفتح مثل تلبية، وكذلك نوعا تلبية ونوعا ووقتا وطويلة. وتنوين الكسر قد جاء في كلمة خاصة. أما تنوين الضم فلم يوجد في هذه القطعة أو في هذا النص. قل بعد ذلك إلى الكلمات التي جاءت جمعا ونريد لها أو نريد أن نأتي مفردها مثل السوائل ومفردها سائل، والأوراق مفردها الورقة، ومحاليل مفردها محلول. ننتقل أيضا إلى كلمات جاءت بصورة المفرد ونأتي بجمعها مثل أستاذ، أساتذة، والنار، النيران، ومختبر، مختبرات، وإجراء، إجراءات، وكذلك اختراع، اختراعات. الفعل المضارع جاء في كلمة تؤثر، يمكث، يضعها، يصب، يدعها، تجف. أما الفعل الماضي فقد جاء في كلمات مثل اخترع، استغرق، ابتكر. وفي نهاية هذه الفقرة نود أن نسألكم سؤالا، ماذا تعلمتم من هذه الفقرة ومن هذه العبارة التي تحدثت عن اختراع جابر بن جابر بن حيان للورق المقاوم للنار؟ استفدنا أنه علينا دائما أن نحاول ونستخدم المحاولة وصولا إلى هدفنا، فلا نيأس ولا نتوقف عن معاودة المحاولة وتكرارها إلى أن نصل إلى هدفنا. وهذا ما فعله جابر، أخذ يجرب على الورق ويجرب المحاليل ويغيرها وينوعها وينوع الورق ويغيره إلى أن توصل إلى الطريقة الصحيحة للورق المقاوم للنار. في النهاية أبناء الطلاب لا يسعني إلا أن أشكركم، وفي أمان الله داعين المولى عز وجل لكم بالصحة والعافية والسلامة من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.